التي تقدمها قوات البيشمركة من أجل الدفاع عن المواطنين كافة بمختلف مكوناتهم وأطيافهم دون تمييز. وأعرب علماء ورجال دين في ناحية بردية عن دعمهم المطلق لقوات البيشمركة البطلة التي تقف سدا منيعا بوجه المجاميع الأرهابية وتسطر ملاحم بطولية في جبهات القتال دفاعا عن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. أكد علماء ورجال دين من الوقف السني في ناحية برديه دعمهم ومساندتهم لقوات البيشمركة البطلة وتضحياتها الجسام من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء كركوك بمختلف قومياتهم. جاء ذلك خلال بيان أصدرته ملاحظية الوقف السني في برديه بحضور علماء ورجال دين من جميع القوميات الموجودة في الناحية. نقول بجمعنا هذا للذين يدافعون بأرواحهم ودمائهم عن كركوكنا وناحيتنا وكردستاننا الحبيبة، وخاصة قواتنا من البيشمركة البطلة وقواتنا الأمنية والقوات الشرطة وكل من يدافع عن كركوك، نحن معكم قلبا وقالبا لنيل شرف المشاركة والشهادة لمقاتلة الأعداء والمجرمين، والله على ما نقول شهيد. علماء ورجال دين في ناحية برديه أشادوا بملاحم وبطولات قوات البيشمركة والأسايش، مستذكرين بكل فخر واعتزاز شهداء قوات البيشمركة البطلة. جحافل شهداء البيشمركة من أجل العرب والكرد والتركمان، فنقول ونحن في آتون كوبري عربا وكردا وتركمانا في خندق واحد مع البيشمركة، هم في خندق المعركة ونحن في خندق الدعاء لهم. قوات البيشمركة جيش نظامي من أجل الحفاظ على مساجدنا وأعراضنا، ونحن في مساجدنا وقلوبنا ومنابرنا ودعاؤنا للقوات البيشمركة المناضلة. ملاحم وتضحيات وبطولات قوات البيشمركة البطلة سيخلده التاريخ وتتذكره الأجيال على مر العصور، ووقفة علماء ورجال الدين ما هي إلا التفاف جميع شرائح ومكونات كركوك حول قوات البيشمركة البطلة التي كرست وتكرس الأمن والاستقرار لكركوك وأهلها. يشار خالد، فضائية كركوك. نفذت شرطة طوارئ كركوك عملية دهم وتفتيش في منطقة 1 حزيران فجر اليوم بإشارة